مشكلة واضحة إنه الحكومة الجهات المعنية تقرأ أو تترك يعني تقرأ القرار بالدلالة الرقمية ولا تقرأ في بعد الاجتماعي وفي بعد السياسي وفي بعد الوطني. طيب أنتوا كأصحاب خبرة وأنا بعرفك أنت نقيب يعني متمرس ولا خالي، هل وضعتم الحكومة الجهات الرسمية بهالصورة قلت لهم يا أخوان يعني عن أي كلفة بتحكوا؟ هل في رسائلكم بتوضحوا الصورة ولا زي ما قال لنا الأستاذ علي إنه 23 أو 50 سنة قالوا لهم بجوز 10 وعدي؟ إذا سمحت لي يعني حقيقة لو تطلع على حجم المذكرات واللقاءات اللي كنا إحنا بنتحدث فيها، لم نتحدث بالبعد الاجتماعي فقط لعمالنا، تحدثنا بالبعد الاقتصادي ودور مصفات البترول كحاضنة وطنية، دور كخط أمني للوطن. عندما يعني تحدثنا وتسلسلنا مع الحكومة منذ تأسيس الشركة حين أسست، كانت أصلا تأسيسها قائم على محنة وطنية أشبه باليوم لما جلالة الملك كان يعني أسسها لظروف كانت صعبة جدا ونجح التحدي بمصفات البترول. الآن مصفات البترول في ظل 20 عام بعلاقتها مع العراق كانت تأخذ 300 مليون منحة الشعب الأردني من العراق، هذولا كانت منحة بجد للحكومة الأردنية من كنفط. الآن الشركة الوحيدة المملوكة وطنيا للأردن ولا شعب الأردن وهي برأس مال وطني وكفاءات الآن مصفات البترول. لو افترضنا الآن أنه هذا المصفات انتهى دورها، مين بحجم علاقاتك مع محيطك الآن تأخذ منح نفطية؟ هل المانح راح يعطي لتاجر سوق بيجيك؟ اثنين، انت الان لما بدك تتحدث عن الان محيطنا، الان قديش بدفعوا الفاتوره في لبنان بس للطاقه للكهرباء؟ بدفعوا فاتورتين، فاتوره العداد الرسمي وفاتوره المقاوله، لانه الكهرباء باسبوع تنقطع تجي يوم باليوم ساعه احيانا. الان تعال على محطات الوقود بالشارع بتلاقي احيانا يوم ما فيش بالمحطات بنزين. مصفات البترول تصور الان باعز باسوء الظروف بالشتاء بالبرد بالثلوج ما انقطع المواطن بفضل الله. الغاز الان يباع بالمصفاه للاسف بالخساره وما استخدمت حقها ودورها بالربح، تراكمت ديون عليها وقت انقطاعات الغاز وهي بتجيب 2 مليار دينار على أساس أنه ما ينقطع المواطن الأردني. الآن يا سيدي العزيز 600 مليون بس الآن ديون على الأمن العام وعلى الحكومة، هذول الديون 600 مليون لغاية هاي اللحظة ما تم تسويتهم. الآن لما تتحدث عن شركة حقيقة لو بكرة أنت خط التبلاين اللي يجي من العراق قاعدين نحكي لهم الآن بالاتفاق وتم عليه، طب حصة الأردن من البترول ما بدك شركة تعيد تأهيلها وتكريرها؟ نتحدث عن الصخر الزيتي الآن اللي موجود، نتحدث عن استكشافات توضع في البترول الوطني عليها ملايين، هاي اي استخراجات ما بدها شركة عيد تكريرها؟ انتوا تنهوا شركة وطنية الوحيدة اللي ظلت وطنية بأيادي وطنية برأس مال وطني لصالح من؟ لصالح من؟ انا بقولهم كالتالي، عندنا 10,000 عامل مستعدين، احنا ما بدنا فلوس ولا بدنا تعويض منكم كحكومة اذا كان مصلحة دعا كل الشعب الاردني مقابل ان نطلع ما عندي مشكلة، لكن لصالح من الان طالما انه الشركة 400 مليون ارباحها خلال الثلاث سنوات الماضية، اخر سنة 153 مليون، انت تتنازل عن هذا الارباح لصالح مين؟ وين البديل؟ وهذه حصة غير الضرائبها، غير الضرائب هذا 153 مليون ارباح صافي، غير ضريبة المبيعات، غير ضريبة